لكن فتح حلب. الله أكبر. الشهباء حان دورها لتزف للحرية، هكذا يقول الثوار فيما بينهم وهم يتجهون لخوض معركة تحرير مدينة حلب. أشد المعارك ضراوة تدور على جبهة حي الزهراء، فيما الأنباء الأولى الواردة من هناك تفيد أن الثوار سيطروا على مبنى المياه وبيوت مهنة المطلة على مدفعية الزهراء، كما تمكنوا من تدمير دبابة ومدفع لقوات النظام. وكان الثوار استهدفوا بالمدفعية والرشاشات الثقيلة مواقع للنظام بالحي، أما قواته المتعثرة على الأرض فردت بقصف على الحي بعدد من البراميل المتفجرة، وكانت قوات النظام منعت الأهالي من الدخول أو الخروج من الحي. المعركة بدأت بعد تشكيل غرفة أنصار الشريعة بساعات، حيث شرع الثوار في شن أكثر من هجوم على المدينة من عدة محاور. ووفق ناشطين فقد انطلقت المعارك في كل من جمعية الزهراء، الخالدية، الراشدين، والشيحان من الجهة الشمالية الغربية للمدينة، وذلك بالتزامن مع معارك أخرى تشهدها الأشرفية وكرم الطراب والشيخ لطفي. وكانت عدة فصائل أصدرت بياناً أعلنت فيه عن تشكيل غرفة عمليات أنصار الشريعة لتحرير مدينة حلب وريفها، ولوضع ميثاق مشترك لإدارة حلب بعد التحرير، كما أعلنت في البيان هبتها لنصرة أهالي حلب والثأر للمستضعفين من النساء والأطفال. وتأتي هذه المعركة من قبل غرفة أنصار الشريعة في وقت وصل فيه عدد الشهداء في حلب خلال شهر حزيران المنصرم بينهم نحو 450 مدنياً وأكثر من 160 طفلاً وسيدة.